يعني لابد من العودة إلى الإنتاج المحلي، يتطلب جهد مجتمعي، جهد وطني عام، جهد دولة. فإحنا نختار جملة سلع إحنا يعني مقررين على دعمها كدولة، نحقق لها حماية تجارية حتى تستطيع أن تعيش في الأسواق. في مجال الحنطة العراق لأول مرة منذ عام 1972 يتجاوز حاجز 2.5 مليون طن، يعني الآن في حدود 3.5 مليون طن. راح تكون عندنا وفرة كبيرة من الإسمنت من الممكن أن نساهم في مرحلة الإعمار. هذا نجاح كبير جدا يمكن أن يبنى عليه فيما يخص سلع أخرى. أولا هو يعمل لي على تشغيل أفراد وبالتالي يقلل لي هامش البطالة. اثنين يوفر لي عملات صعبة. ثلاثة يخدم متطلبات الاحتياج المحلي، وبالتالي هاي كلها عوامل مفيدة للاقتصاد.